جيش كبير من الآليات التي تعمل بالوقود الهيدروليكي يقومون بالهجوم على معبد في جزيرة ياروس، ولكن الدفاع عن الجزيرة كان مفاجئ وقوي من أتباع ساركك. خرج من الآلية الضخمة عمود فقري بشري وبدأ يسقط في مكانه واللي فضل موجود فيه حتى آلاف السنين، لحد ما اكتشف علماء الآثار وجوده في مكان ما يعرف بصحراء الأركم SCP-2406. أبطال يا أهلا، SCP-2409 هو كيان من أقرب الكيانات اللي موجودين في منظمة SCP Foundation. كيان غريب جدا وصفاته غريبة، وكل ما هنغوص في حلقة النهاردة هنشوف حاجات أغرب وأعجب للكيان المرعب اللي صفاته غريبة جدا واللي ليه علاقة وطيطة جدا بمصر والفرعنة واللي هتتصدمهم لما تعرفوها. الكيان اللي هنتكلم عنه النهاردة هو من أخطر كيانات المنظمة، والحلقة هتكون ممتعة جدا. ولكن يا أبطال، حابب أشكركم على الدعم الرهيب الفترة اللي فاتت. بفضل الله احنا وصلنا لرقم كويس جدا، عايزين الفترة اللي جاية الدعم يكون أفضل، عايزين كمان نبقى رقم واحد على اليوتيوب في المجال بتاعنا، عايزين دايما نكون رقم واحد سواء في المحتوى أو في الأرقام. عشان كده الأبطال اللي موجودين لسه جداد في القناة هنا ما ينسوش ان هم يشتركوا في القناة وينضموا لجيش الأبطال ويفعلوا الجرس عشان يكونوا أول ناس يشوفوا الحلقة. أما بالنسبة للأبطال القديمة فانتوا عارفين هتعملوا ايه، هنكسر زرار اللايك، وبعد ما نخلص الحلقة هناخد الحلقة من السهم اللي تحت وتنشرها مع صديقك المقرب، ويمكن ينضم لجيش الأبطال وجيشنا يبقى أكبر وأفضل. خلينا نقول مستعدون يا أبطال، بسم الله فلنبدأ. رمضان يجمعنا، شركات ومصانع مارو تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. الموقع ده هو موقع منشأة عسكرية كازاخستانية، وده أحد الباحثين العاملين في منظمة SCP Foundation واللي بيتعامل مباشرة مع SCP-2406. لازم يرتدي البدلة الواقية دي طول الوقت. لما بيخرج من عند الكيان المرعب بيتم تطهيره بشكل كامل، وده أحد الحراس المسلحين المسؤولين عن تأمين المنطقة اللي موجود فيها الكيان، وبيمنع أي شخص من الدخول للمنظمة بدون تصريح مهما كان السبب. الدخول لـ SCP-2406 هو أمر خطير جدا، بيتطلب تصريح من المكان الأساسي اللي موجود فيه منظمة SCP Foundation. SCP-2406 هو عبارة عن آلة ميكانيكية بارتفاع 93 متر وزنه حوالي 210 طن، وبتقول الأبحاث إن SCP-2406 تركيبه الجسدي غريب جدا، وكل جزء في جسمه بيحكي عن لغز معين وقصة معينة. وجدوا 160 صمام ورافعات مختلفة في الأطراف الداخلية من جسده بيتم التحكم فيها من خلال ضغط الهواء، والمسؤول عنه منطقة في ذراعه موجود جواها مكونات هيدرولوكية وساعة وأدوات تشغيل مفاعل نووي تم اكتشافها في داخل جذع الكيان. تم اكتشاف الكيان SCP-2406 في صحراء أركوم، واللي كانت معروفة سابقا باسم الحوض الشرقي. في 7 أغسطس 1985 اكتشف عمال المناجم تلوث إشعاعي قوي في المنطقة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وجدوا نفس التلوث الإشعاعي في أحد البحار، وممكن يكون الكيان تم تصنيعه أصلا في مكان في بحر. بيتكون SCP-2406 من سبيكة تتكون من 75-80% من النحاس ومن 15-20% من الزنك، ونسبة قليلة جدا من الرصاص والنيكل والحديد، وهو الخليط المسؤول عن المنظر البرونزي اللي بنشوفه. تحت السبيكة المعدنية جذع خارجي، وهو رقم بيعرفه القوات البحرية، وده بيشير إلى أن SCP-2406 قد يكون كيان فريد من نوعه وليه علاقة فعلا بالبحر. في الجزء السفلي في رسمة مطرقة وقطعة حديدية، والذراع اليمنى تم تصنيعها بفواهة مجهزة لخزان يتسع ل 800 لتر، لكن الخزان كان خالي من أي أحزان. وكشفت الاختبارات ان الخزان كان بيحتوي على مواد كيميائية مختلفة من فوسفيد الكالسيوم والجير السريع والكبريت، وفي مرحلة ما من الزمان كان ذراع الكيان الايسر ممزق بشكل غريب. في 12 ديسمبر 1998 تم الكشف عن ما يقرب من 32 كيلو متر باقي جسده، واللي هتعرفوا عنه تفاصيل اكتر دلوقتي. والصادم كانت الهياكل العظمية اللي اكتشفها الباحثين جوه الكيان، واللي كانت عبارة عن هياكل عظمية بشرية. واكتشف الباحثين ان سبب الوفاة الحقيقي هو الكربون المشع، والكلام ده كان من 1200 سنة قبل الميلاد، وكان جميعهم بيرتدي دروع حماية على وشهم. مكونات الكيان فعلا غريبة جدا، والمواد المصنعة منها لم يتم استخدامها قبل كده قديما. ما
مواد زي الرصاص وسبائك النحاس من الداخل، والبطانة المكونة من قماش الإسباستيو اللي بيغطي الخوذة بالكامل، مع حاجب مصنوع من الزجاج الأخضر الغريب على الوجه، وأنابيب مصنوعة من أعضاء الحيوانات والمسؤولة عن إدخال الهواء مباشرة لفواهة الكيان، المصنوعة من صمام الطيارين طراز رقم 136، واللي هدفها إدخال المياه اللازمة لجسم الكيان للحفاظ على الرطوبة طوال الوقت أثناء التشغيل، وأنابيب أخرى موصلة بمناطق مسؤولة عن إخراج الفضلات. طبعا مش محتاج أوضح أكتر من كده الأنابيب متصلة بإيه. كل الأدلة والأبحاث اللي قدرنا نوصلها بتؤكد أن الكيان ده كان في معركة شرسة جدا مع كيان أقوى منه، وده باين على أثار الضرب اللي موجودة أسفل الرأس، وكمان إيده اليمنى اللي مش موجودة، وكمان ساقه اللي مدمرة بالكامل. أما الصدمة الحقيقية فهي أن كل الأماكن اللي أنا ذكرتها دي وجدوا فيها حمض نووي بشري، وده دليل على أن في لغز غامض وشيء غريب هنوصله دلوقتي مع بعض. الجزء الوسطي من الكيان بيتكون من أشياء قابلة للانقباض بشكل كبير، وعليها مادة غريبة جدا من الممكن انها تكون اتكونت بسبب عنصر قوي او مادة حمضية معينة. في الجزء السفلي من الكيان جزء ضخم جدا محترق، وبقوة وصلابة المواد المصنعة للكيان فمن الواضح ان درجة الحرارة كانت اكتر من 1200 درجة مئوية، وكانت الصدمة في الشيء اللي موجود داخل جسم الكيان، وهو مفاعل نووي سليم تماما. المفاعل مصنوع بطريقة تشبه نفس فكرة المفاعلات النووية الحديثة اللي بتعتمد على انشطار النواة، ولكن الغريب جدا ازاي كانوا مصنعين الكيان ده على دراية وعلم بالمفاعلات النووية، وازاي قدروا يصنعوه؟ تم اجراء مقابلة داخل المنظمة بين احد الاطباء لتحليل الكيان ودراسته، واللي كشفت قصته بالكامل، وكانت المقابلة كالتالي. The colossi were constructed to defend. The profane tools must be broken. There is no direct translation for broken in this context. A more correct translation would be uncreated or wiped fully out of existence and memory. Drink deep the silver blood of Makan. May her sacrifice not... Dr. Lowe, I'm not sure this last translation is correct. Be in vain? Obviously, it is not a perfect fit, but the research is still ongoing into the context. Perhaps new scrolls will be able to shed some light on the meaning behind the words. Shall I start in the next scroll, ma'am? Please do, Dr. Abramov. This is the final testament of Matriarch Eupraxia, legate's faithful servant of Makan. I'm not a warrior. All warriors are dead, breaking themselves upon the enemy's host. The enemy has set their plan into motion. The Sorcerer King surrounds himself with corpses. To fight is to grow or increase in number his legions. Egypt retreats from the world. The Hittites have fallen into chaos or strife. The conspirators of Crete have sacrificed their own. I am almost positive the word references Crete, but it could be in reference to Minoans in a broader sense. The Aegean has fallen into barbarism. I believe this is meant to reference all Greek states at the time. The city of a thousand pillars is forever lost, has always been lost. This is the greatest point of contention. Could this be speaking of Iram? It wouldn't be possible, considering there is no evidence of the existence of Iram until at least the 7th century CE. Even the Deva grow desperate with the enemy at their border. The center collapses, kingdoms crumble, the damage is done, the light of reason flickers or wanes. But Makan sacrificed herself so that we might be free. We refuse to return to that darkness. We would rather die. But the siege at Garros was won. We must strike while the metal is hot, and thus we march for Kythera at the end of all things. We have crossed the wine dark sea. We have seen villages ravaged by the Red Death. We have seen the dead, the dying, and the deathless. We cast the accursed to holy flame. We enter his desolate domain, and in our left hand, we carry our answer. We cannot undo what has been done, but we can delay the Sarkic dawn. This has been a recording of our findings in the translation of the 2406 scrolls. Thank you. وبعد ما تعرفنا على قصة الكيان SCP-2406، لقينا الذراع اليمنى للكيان موجود على بعد 32 كيلومتر من الكيان، وكانت الذراع تركيبها غريب جدا، بتحتوي على عدد غريب من الأسلحة اللي مش موجود على وجه الأرض. الأسلحة دي حرفيا ممكن تستخدم في قيادة حرب لوحدها. السلاح كان فتاك جدا، وتقدر تستخدمه قدام جيش كامل من قوته وقدراته، وما زالت الدراسات بتجري عليه.
الغرض من وجود الكيان المرعب ده حتى الآن غير واضح، إلا أن الأكثر وضوحا هو أن الكيان ده تسبب في إلحاق الضرر بعدد ضخم جدا من البشر والعاملين داخل المنظمة، وكل يوم بيظهر فيه صفات وخصائص جديدة والغموض بيزيد أكتر وأكتر. لذلك الكيان الآن تحت المراقبة والدراسة التفصيلية، ولكن مؤقتا تم تصنيفه من فئة الكيتر. أتمنى يا بطل أن يكون المقطع عجبك وأكون قدرت أخليك تستمتع بكل لحظة في الفيديو. لو وصلت للنقطة دي من الفيديو فاضغط لايك وتأكد أنك بطل حقيقي. وعايز أقول لكم يا أبطال أن أنتوا تعذروني الحلقة دي لو صوتي باين عليه الإرهاق أو شكلي باين عليه التعب شوية، وده لأن حالتي النفسية مش مستقرة قوي. ما كنتش ناوي أن أنا أصور الحلقة دي، ولكن ما قدرتش أن أنا أتأخر على الأبطال. لو وصلت لحد النقطة دي فما تنساش تاخد الحلقة من السهم اللي تحت وانشره مع صديق ليك، وقول له ان هو ينضم لجيش الابطال، يمكن يحب الابطال ويحب يبقى واحد منهم. بالطريقة دي جيشنا هيكبر اكتر واكتر، ودعمكم ليا هيكون اكبر. متنساش اللايك لانه مهم جدا وبيساعد الحلقة ان هي تنتشر في كل مكان. خليكم في امان لحد ما نشوفكم على خير في مقطع جديد، والسلام.